تم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل سلسلة الأمانة. لقد جمعت معلومات للحظة الأخيرة حول قصة المسلسل وما إذا كان المسلسل الذي سيستمر لمدة 3 مواسم سيستمر أيضا في الموسم المقبل. فهل ستصل سلسلة الأمانة إلى نهايتها هذا الموسم أم أنها ستستمر في البث في الموسم المقبل؟ الآن اتخذ الممثل الرئيسي للمسلسل خالد إبراهيم جيهان قراره بشأن هذه القضية. أعلن خالد إبراهيم جيهان الذي سيكمل عقده مع إنتاج الكراميل هذا الموسم أنه لن يمدد عقده مع شركة الإنتاج مرة أخرى. خالد إبراهيم جيهان الذي يعتقد أنه أكمل الآن مهمته في سلسلة الأمانة يريد تجربة تجارب جديدة. حسنا، عندما أعلن خالد إبراهيم جيهان أنه سيغادر المسلسل، كيف ستكون قصة مسلسل الأمانة؟ هل سيستمرون في بث المسلسل بسبب عدم الاهتمام بالمسلسل هذا الموسم؟ سيصل المشروع أيضا إلى النهاية، هذا سيحدث في المسلسل. هل سيكون يمن ونانا سعداء؟ هل سيستمر نديم الذي كان يمن يراه صديقا وأخا له؟ لم يفاجئني على الإطلاق أن نديم المعروف بأقرب رجل لخليل متورط في مثل هذه الخيانة. على الرغم من أن يمن رآه كأفضل صديق له، إلا أن نديم لم يفكر بذلك أبدا، لطالما كان يحمل غضبا وحقدا على يمن. لقد أخفى ذلك عن الجميع. إذا كنتم تتذكرون فإن نديم كان يحب زحل منذ فترة، على الرغم من أن الشر الذي فعلته زحل بيمن وسهير، إلا أن نديم كان يحميها دائما. الآن يريد نديم الذي يضع عينه على زوجة يمن ألا وهي نانا فصلها وامتلاك نانا. فهل ينجح نديم الذي هو مستعد لقتل يمن ليحصل على نانا؟ على الرغم من أن نديم يواصل أعماله الشريرة لفترة طويلة، إلا أنه لن يكون قادرا على التفريق بينهما. سينتصر حب يمن ونانا على الشر وينتهي المسلسل بقصة سعيدة. في الحلقة الأخيرة سيكون لدى يمن ونانا أطفالا الآن. حسنا، ما نوع القصة التي تتخيلون أن تنتهي بها سلسلة الأمانة؟ يمكنكم كتابة أفكاركم معي في قسم التعليقات بالفيديو.